السلام عليكم. اليوم نروح للولايه تاع الاغواط لنقف على الاشغال تاع التهيئه تاع الطرقات على مستوى بلديه الاغواط، واللي تعرف المدينه اذا تاع الاغواط عده التهيئات وتجديد الطرقات والشوارع على مستوى المدينه، وهذا شيء مهم جدا ولازم كل المدن تاعنا تعرف مثل هذه التهيئات اللي تدخل في إطار الصيانة الدورية لشبكة الطرقات. إن شاء الله العملية هذه تروح للبلدية نتاع الولاية، ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.